مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع اللي هو خاص بكل مربي ارانب. يعني كما كتشوفوا في العنوان، تريد البدء في مشروع تربية الارانب، اليك اهم الخطوات للنجاح في مشروعك. اذا اول حاجة يجب على المربي ديال الارانب انه يحضر واحد الاقفاص ديال الارانب والبيوت ديال الولاده، لان التربيه ديال الناس اللي باغيين يربيو في التربيه الارضيه غادي يعياو، غادي يحسوا راسهم كيعياو بالنسبه للنظافه اليوميه، بالنسبه للتشطاب وديك الروائح الكريهه اللي كتخليها الارانب، اضافه الى انتشار الامراض كالجرب. اذا الاقفاص كما كتشوفوا كيرتاحوا الارانب، كيرتاحوا انتم كما كتشوفوا الفضلات ديالهم كلهم كيتجمعوا، يعني كلهم في اناء واحد كما كتشوفوا انتم، راه اناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتخلصوا منه من بعد. اذا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يجب البدء بذكر واحد وجوج نتوات. علاش؟ لان المربي ملي كيكون عاد بادي خاصو ياخذ تجربه، ماشي تربيه الارانب هي انني يكون عندي الفلوس ونبدا يعني بواحد العدد كبير ديال الاناث وعدد كبير ديال الذكور ونبقى نخلط. لا، خص ضروري في الاول تكون ياخذ التجربه، يعني بحال اللي حنا كنقولوا كيتعلم في هذوك جنتوات وذكر، يتعلم فيهم، يشوف داكشي كيفاش داير، كيفاش كيولدوا، كيفاش التلقيح ديالهم، كيفاش الامراض ديالهم، يعني اي حاجه يتعلم منهم. ثالث حاجه وهي اختيارات سلالات جيده. الناس اللي غادي يسولوني سمو هما السلالات اللي كنثق فيهم هما بالنسبه للذكر، ممكن انكم تبداو ب بابيون مزيان بحال هذا الشكل. هذا راه بابيون، انتم تبارك الله، هذا راه ذكر، انتم هو هذا، شوفوا الشكل ديالو راه بابيون. اما بالنسبه للانثى فممكن تبداو بالشانشيلا. الشانشيلا راه معروفه، الشانشيلا ممكن تاخذوها في هذا اللون، هذا كتكون هذا اللون او واحد اللون غري. المهم الانثى خصها تكون شانشيلا والذكر يكون بابيون. هادو هما يعني اللي خدمت بهم انايا وحسيت بهم، حسيت بالراحه فيهم. ومن الاحسن بداو بالرومي، ما تبداوش بالبلدي، لان الرومي كيكبر دغيا المربي غادي يحس براسو يعني دغيا كيربح، غادي يعني غادي يتحمس، غادي ملي يشوف الربح يعني بواحد الطريقه مزيانه غادي يتحمس انه يكمل في المشروع. كاين قضيه ديال يجب ان تزود الاقفاص بالعلافات والشرابات. كما كتشوفوا معايا هذه، راه شوفوا العلافات اللي هنايا داير، هادو غير في هذه المرحله، هذه داير غير شرابات عاديين. ممكن انكم ديروا شرابات بحال هادو، كيكونوا بالحلامات، كتشوفوا واحد تيو راه فايت، راه كل وحده عندها الحلامه ديالها. بغيتوا ديروا طاسه بحال هذه ماشي مشكل، طاسه عاديه غير تكون نقيه مغسوله مزيان. من بعد كندوزهم لهاد العلافات هادو ديال الكبار. دابا راني ساد عليهم، داير لهم غير علافات، ها انتم راهم كياكلوا منهم، علافات ديال الصغار، هادو صوتهم غير راسي، اي علافات ممكن انكم تستعنوا بهم من شي قصدير ولا اي حاجه عندكم، ممكن انكم ديروا بحال مثل هاد العلافات. اذا هذا من جهه. النقطه الخامسه وهي يجب شراء السيكاليم والعلف بالجمله، يعني شريو خنشه، ما تبقاوش تشريو يعني بالكيلو، لان بالكيلو كيطيح اولا غالي. الكيلو كيطيح، نقول لكم الاثمنه، الكيلو كيطيح ب4 دراهم ونصف، كاين اللي كيبيعو حتى 5 دراهم. وبالنسبه للخنشه فيها 50 كيلو كتشرى ما بين 85 درهم حتى 90 درهم، كطيح تقريبا ب 75 ريال. 75 ريال كتبقى رخيصه، ما تبقاش بحال الا شريتو بالكيلو، كتشريو بالجمله كيطيح لكم القضيه ارخص. اذا هذا من جهه. القضيه ديال منين تشريو شي خنشه ضروري انكم تخزنوها، يعني ديروا لفوها بشي ميكا ولا على حسب الشتاء ما توصلهاش، على حسب الرطوبه. المهم حاولوا انكم الطريقه ديال التخزين تكون مزيانه ديال السيكاليم او ديال العلف. الناس اللي غيسولوني على العلف، ممكن انكم تشريو
خنشه ديال عفوا باله، حنا كنقولوا باله ديال الفصه، بحال هذا الشكل هذه، هذه راه فصه، انتم راهم كياكلوا في الفصه هذه، هذه راه فصه، فصه يابسه ماشي فصه خضراء. كاين قضيه ديال التخزين ديالها، هي ممكن انكم ديروا واحد الميكه كبيره وديروها، ممكن انكم تشريعوا الذره، يعني راه كتباع مفرشه، ممكن تشريعوا الشعير ديال البيزانه، دونوا معايا هاد الحوايج هادو، راه الشعير ديال البيزانه مزيان، كيعطيهم واحد تسمين يعني مزيان. الخبز الكارم ممكن اول حتى هو تبقاو تخزنوه، ما ترميوش خبز كارم، راه حتى هما كياكلوا خبز كارم وكيعطيهم واحد يعني يعني اللحم كيتزاد من الخبز الكارم لان فيه الخميره. كاينه عاود قضيه اخرى، وهو يجب ان يكون مكان المخصص للارانب يعني مهوي، ما يكونش مخنوق، تديروا واحد البيت ما فيه لا شرجم لا باب لا والو، غير فيه واحد البويب صغير كتدخلوا وصافي الظلمه، لا ضروري ان اشعه الشمس توصلهم، ضروري انهم يكونوا مهويين باش حتى ديك الغازات اللي كتكون ديال الانيميا ما تاثرش عليهم، يعني ضروري يكون المكان مهوي. كاينه قضيه اخرى، خاص الارانب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسه، كاين اللي تصادف هذا المشكل ديال الحيوانات المفترسه مثل الكلاب عزكم الله حشاكم. كاين بالنسبه للقطط كذلك ممكن انها تفترس الارانب الصغار، المهم حاولوا انكم تبعدوا الحيوانات المفترسه على الارانب ديالكم. كاينه قضيه اخرى، عند شراء الارانب يجب ان ما يكونش في ان لا يكون فيهم ارنب واحد يكون فيهم مريض، يعني ما يكونش غير واحد يكون مريض بالاحرى، يعني ماشي 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 تجيب انت يا كل شيء مزيانين ولكن واحد منهم مريض، اذا كان واحد منهم مريض كنوا متاكدين ان الارانب كياخذوا العدوى. ومن بين هاد الامراض اللي كتصيبهم يعني منين تكونوا كتشريو، شوفوا الارنب ما يكونش فيه جرب، اول حاجه العدو ديال الارانب هو الجرب، ما خاصش يكون فيه شي منطقه خاليه من الشعر، مثلا جهه نيفو حدا الرجلين ديالو شي منطقه من الجسم يكون مكسي كله بالشعر، والعينين ديالو ما يكونوش طايحين، يعني ما يكونوش، خصو يكون العينين ديالو براقي، ملي تشوف له في عينيه يبان لك كيشوف فيك، هذاك الارنب كتحس بيه بلي راه صحيح. كاينه قضيه عاوتاني، ما يكونش الارنب عنده سيلان في الانف، ما يكونش مريض بالزكام، الزكام راه هو كيكون الارنب صافي غير توادع معاه. كاين مرض اخر وهو الكوكسيديا، الكوكسيديا ماشي تسمعوا الكوكسيديا تصحابو راه ما تسموه هذا المرض، لا المرض ديال الكوكسيديا هو ان الكرش ديالو كتكون جاريه، يعني الفترات كتكون ماشي حب مدور ولكن كتكون على شكل سائل اسود، اذا لقيتو واحد من هاد الارانب فيه هاد المرض ما تشريوش هذاك القطيع، لان راه هاد المرض كيتعادى. كاينه نقطه اخرى وهي الاخيره، يعني يجب اختيار الارانب في السن ديال 6 اشهر، يعني ما تجيبوش ارانب صغار بزاف وما تجيبوهمش كبار، لا سولوا المربي قولوا شحال عندهم ديال السن، يعني غادي يكونوا قرابين يولدوا، نتوما منين تجيبوهم يعني غير تزوجوهم غادي يكونوا قرابين يولدوا، ما يكونوش صغارين بزاف، اقل من حنا نقولوا 4 شهور ولا لا يكونوا 5 شهور ماشي مشكل، 5 شهور ونص ماشي مشكل، غير يجلسوا عندكم واحد المده وغادي يولدوا عندكم، غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يسبقوا لكم ان شاء الله في التربيه ديالهم. كاينه قضيه ديال الارانب، حاولوا انكم ما تجيبوش الاخوه، يعني حاولوا انكم تشريو من عند واحد وتسولوه واش هذوك الارانب اخوه، يعني اذا كان بطن واحد ما تشريوهمش، شريو شويه من هنا وخلطوا شويه من هنا وشويه من هنا، اذا كنتو كتعرفوا شي ناس كيبيعوا هاد الارانب حاولوا ما تزوجوش الاخوه، لان يعني زواج الاخوه شحال من واحد كيقول بلي راني كاين عندي انتاج، ولكن مع المده غادي يحس بالفرق، غادي يقول بلي الارانب ديالو كيخرجوا فيهم الله يستر تشوهات،
ما كيعطيوش بزاف ديال العدد. كتلقى الانثى كتولد واحد، تولد جوج، تولد كاع الى ولدت كتولد ثلاثه. اما الى خديتهم من يعني من 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 عند بائعين مختلفين، كونوا متاكدين ان الامور كتكون على على اكمل وجه، وكتكون على على ما يرام. اذا هذا هو الموضوع ديالنا. كنظن انني يعني حاولت ان نلخص لكم المشروع في نظره شامله. الى خصت لكم شي حاجه انا راه الاشاره نجاوب لكم على لي كومونتير ديالكم. الناس اللي ما شاركوش معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، ما تنساوناش بزير زر جيم، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.